اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. معانا عمنا العزيز. اصلا انا بضحك لان لما بدات الكلام لقيته بيقول لي مبروك الدوري. يعني حاجه عاديه دكتور، انت عارف الدوري ده حاجه عاديه. يعني عادي. دكتور الاستاذ الدكتور حسام موافي، اهلا بيك يا دكتور. دكتور حب ان هو يقدم يعني طلب لحضراتكم، وانا يعني اشاركه بكل جوارحي، وانا حسيبه هو يقدم الطلب منه الى حضراتكم. اتفضل يا دكتور حسام. انا بطلب من كل مصري ومن كل مصرية الدعاء الخالص لوجه الله من القلب بالشفاء للأستاذ الدكتور شريف مختار، أخويا وأستاذي ومعلمي وكل حاجة. شريف مختار اللي عمله لمصر ما حدش عمله. يعني إذا قورن شريف مختار بأي طبيب آخر مهما كان عمل لمصر، فالشريف مختار يجي في فوق. ندعي له، لأن هو أصيب بمرض الكورونا وفي إحدى المستشفيات الخاصة في مصر دلوقتي، وبندعي له كلنا ساجدين بالشفاء ودعاء مخلص، مش يا رب اشفيه، بمنتهى القوة ندعي للراجل ده لأنه يستحق كل شيء. صحيح. الراجل ده الدكتور شريف مختار، اسمح لي يا دكتور، الدكتور شريف مختار قدم لمرضى مصر الكثير والكثير والكثير، وأسس أشياء كثيرة جدا في الطب في مصر. فندعي له كلنا من كل قلوبنا، وأنا طبعا اتصلت بيه وبتابع، وهو كمان بنحيي الدكتور الخشت رئيس الجامعة لأنه قام بموقف ممتاز جدا مع الدكتور شريف مختار. فأنا بحيي الدكتور الخشت وبحيي الدكتور حسام موافي انه طلب هذا الطلب. وانا الحقيقه كنت متحرج اقول في الاول ان مش عايز اعمل شوشره للدكتور شريف مختار، لكن اللي طلبه الدكتور حسام ده شيء مهم جدا، ونرجو من كل حد وهو يعني بيسمعنا ان يدعو لهذا الرجل الذي قدم لنا الكثير واراد ان يكون دائما في الظل، رغم انه كان في يعني يقدم كل النور للحياه، لكنه كان دائما يحب ان يكون في الظل. دكتور حسام، ايوه، حضرتك هتكلمنا عن السكر بقى النهارده، مضاعفات مرض السكر. بس هو طبعا الهدف مش ان انا اقول مضاعفات، ان انا اخوف حد، بالعكس. لما تعرف مضاعفات مرض هتاخد بالك. ماشي. وعلى فكره لو خاف برضه من خاف سلم يا دكتور. لا، وحتى نوعيه، ان مثلا واحد عنده سكر ورجليه منمله ما يفتكرش دي ظاهره طبيعيه خالص. نوعيه ان دي مضاعفات. عنده مريض سكر وعنده اسهال، نوعيه ان دي مش حاجه عاديه. عنده مريض سكر وصدره بيوجعه، لازم كل مريض سكر، وهو عدد كبير جدا من المصريين، لازم يبقى عنده الوعي امتى يتحرك للدكتور. ده هو مضاعفات السكر يعني مهمة لدرجة ان تعريف مرض السكر فيه المضاعفات. يعني ايه؟ يعني ما اقول ايه تعريف مرض نقص الصوديوم، نقص الصوديوم عن 120 بس من غير ما اقول اي حاجة. تعريف الذبحة الصدرية هي الام الصدر التي تتسم بكذا وكذا، انما تعريف مرض السكر هو خلل في التمثيل الغذائي للنشويات وقد يصحبها الدهون نتيجة نقص نسبي أو حقيقي للإنسولين، مرض يعرف بمضاعفاته الأعصاب والأوعية الدموية، مكتوب في التعريف. يعني الجزء من المرض مضاعفاته، أن المرض بيؤثر على جهازين مهمين جدا جدا في الجسم، الجهاز العصبي والجهاز الدوري. فده طبعا الجهاز العصبي مهم جدا، وجهاز دوري يعني ايه؟ يعني الاوعيه الدمويه، ده ما فيش حته في الجسم مش راح لها. يعني لما اقول لك السكر اصاب قاع العين لان في اوعيه دمويه، اصاب القلب لان في اوعيه دمويه، اصاب الكلى لان في اوعيه دمويه. فهو عندما يصيب الاوعيه الدمويه كانه اصاب الجسم كله الى جانب الجهاز العصبي. والجهاز العصبي يعني حتت معينه بتتاخد فيه، كل حته لها مدلولها يعني. فالسكر مضاعفاته مهمة جدا 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 جدا. طبعا
طبعا على رأس المضاعفات هي القلب، دي مهمة جدا. احنا قلنا ان مرض يعرف بانه بيأثر على الأوعية الدموية في الجسم كله. طيب ما في أوعية دموية بتغذي القلب، واحد هيقول لي القلب اللي جواه الدم هيتغذى بأوعية دموية؟ هو عضو، اي نعم جواه دم، بس هو عضلة زي العضلة دي وزي العضلة دي وزي العضلة اللي في رجلي، محتاج ياخد دم عشان يعيش. بياخد الدم عن طريق شريانين فقط، اتنين، الشريان الايمن والايسر اللي هم الشريان التاجي، وتاجي لانهم عاملين كده زي التاج، يعني راكبين على القلب زي التاج. فالشريانين التاجيين دول بيصابوا في السكر بضيق. تقول لي طب ما انا اعرف واحد عنده ضيق شريان تاجي وعنده السكر، اقول لك ايوه برافو عليك، هو اصابه عاديه تصلب شرايين، لكن في مريض سكر يحصل بدري شوي، بدري. يعني انا متوقع ضيق الشريان التاجي عند سن 60 سنة، عند السكر يبقى 40-45. فالسكر بيعجل السكر بظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية اسمها تصلب الشرايين، لكن هو بيعجل بيها. يعني احد البيبرز اللي قريتها استاذ محمود عجبتني جدا جدا، كان بيقولش التصلب بيبتدي سن كام. عايز كل واحد بيشوفنا يسأل نفس السؤال ده، هو بتدي سن كام؟ واحد هيقول لك 40 والتاني 50 والتاني 60، لا عن 70 عن 80. في بيبر يعني بحث يقول لك سينس بيرث، من ساعه ما تتولد يبدا التصلب. يبقى القضيه مش في التصلب، دي ظاهره طبيعيه، لكن القضيه في سرعته، سرعه التصلب الشرايين، السرعه. السكر يخليه سريع شويه، فنلاقي ولد سنه، راجل سنه 40 او 45 وبيشتكي ألام صدر وتتضح أنها ضيق شريان تاجي. دي أحد المضاعفات المهمة جدا جدا جدا. في بقى نقطة مهمة قوي، بعض الكتب كتبت نتيجة التهاب الأطراف الأعصاب، تاني نتيجة التهاب أطراف الأعصاب. أطراف الأعصاب، طب ما الأعصاب اللي بتنقل الألم ودي متاكلة، يبقى ممكن الذبحة الصدرية في مريض السكر تكون بلا ألم. دي نقطة مهمة. معناها اسمها ذبحة صدرية، يعني مع اسمها ذبحة بس هي بينلس. ليه بينلس بدون ألم؟ لأن العصب اللي هينقل الألم متاكل، ما هو أحد المضاعفات هي الأعصاب. فلما الاتنين يجوا مع بعض يبقى إصابة، بلاش نقول ذبحة بقى، إصابة الشريان التاجي بلا ألم. عشان كده طب أنا المتفرج يستفيد إيه من كده؟ أن البحث عن ضيق الشريان التاجي روتيني في مرضى السكر قبل الاعراض، مش شرط استنى الاعراض. ده انا هروح اعمل رسم قلبي بالمجهود لاني مريض سكر، هشوفه طلع ايجابي هنكمل السكه الايجابي، طلع سلبي هنبارك له نقول له برافو عليك الحمد لله ما عندكش حاجه. انما ما نستناش الالم في مرض السكر. دي ملاحظه مهمه جدا يا دكتور. جدا. البحث عن ضيق الشريان التاجي في مرضى السكر يحصل قبل الالام، يعني قبل ما العيان يقول انا متالم لازم يروح يفحص ويتشيك نفسه عشان يطمن عليه. فدي نقطه برضو احب اركز عليها جدا. تمام. في كتب كتير كاتبه ان هو الشريان تجي بيلز من غير في ناس يا دكتور حسام، يعني بدون مقاطعه حضرتك، في ناس بتخاف من الرسم القلب المجهود. دلوقتي في جهاز طلع بيشوف الشرايين من غير رسم القلب بالموجود، مظبوط؟ برافو، ده سؤال جميل جدا جدا. انا بقول لك انت صائد ثالثه مش مصدق. مش عايز، ما انت مش عايز تطلعني سنه رابعه ابدا. طب اعمل ايه؟ طب السؤال ده هيطلعك، السؤال ده هيطلعك رابع. برافو عليك. دلوقتي احنا عندنا حاجتين يا استاذ محمود. نعم. عندنا شكل ووظيفه، ده حاجه وده حاجه. يعني لما اقول لك ايه الراجل ده ايده شكلها كويس تقول لي موافق، بس مشلوله، يبقى بتكلم عن وظيفه. طب شكلها كويس وما بتتحركش، يبقى الشكل والوظيفه باظوا. طيب ما بتتحركش وشكلها كويس، يبقى الوظيفه بايظه لك، يبقى عندي شكل ووظيفه. الاشعه لا علاقه لها بالوظيفه خالص، ده بيطلع شكل، بيطلع شكل. يعني الشريان ده الضيق فيه 30% وده 40%، طب هل ال 30% مقصرين؟
محدش يعرف. طب ال 40% قصارين، يبقى الاول ابحث عن الوظيفه برسم القلب الاجهادي، واللي بيخافوا منه لهم حق يخافوا، لان انا بجري واحد انا ما اعرفش قلبه ايه. عشان كده اللي بألم حديث ممنوع يعمل. يعني عندي كان الوجع في صدري امبارح، لا يا سيدي خليك بعيد عني، ده هيخش سكه تانية خالص. انما واحد عنده الالم بقاله سنه ممكن اجريه، واجريه فين؟ في مستشفى، وجميع الادوات بتاعه توقف القلب موجوده. يعني انا جاهز لواحد، ده اختبار خطير مش سهل. عشان كده مش اي حد ياخده قرار لنفسه، لازم الدكتور اللي يبعته وحته معتمده. طب ما احنا ما انا سالت السؤال، لان حضرتك بتقول ان ممكن يكون الواحد يعني شريان في ذبحه بس ما فيش الم. برافو برافو. طب ده هيعمل ايه ده بقى؟ ما هو ده يعني ممكن يكون هيعمل عنده الرسمه. هيعمل الرسمه اللي بمجهود، بس اندر سوبرفيجن، يعني تحت اشراف طبي كويس، مش من نفسه يروح، او يروح حته مش معتمده، يعني يروح حته كويسه ويعمل، لانه اختبار خطير. انما الاشعه شكل، هتطلع الشريان شكله ايه، ده إيه، لكن ده وظيفه. هي الاشعه مش بتبين تدفق الدم في الشريان اطلاقا، هتبين الشريان شكلا شكله ايه، شكلا حته فيه ضيقه، ضيق او مقفول، كل ده هيبان، لكن كوظيفه الرسم اللي يبين. عشان كده انا مين ابتدي بمين؟ ابتدي بالوظيفه. اذا كانت الوظيفه كويسه ما اعملش خلاص، ما فيش مشاكل. يعني حضرتك بتشوف ان رسم القلب اللي بالمجهود ده لا غنى عنه في حالات كثيره، بس اندر سوبرفيجن، تحت تمام طبعا طبي طبعا قوي. يعني طيب نرجع بقى لمضاعفات السكر. مضاعفات السكر دهون الكبد ظاهره طبيعيه جدا في الناس، بس هي دلوقتي ما بنعتبرهاش طبيعيه. ليه؟ زمان كانت دهون الكبد يقول لك ما بيعملش حاجه، لا ده دلوقتي بتعمل تليف، فلازم نخلي بالنا. فلما يعمل موجات صوتيه على البطن ويقول له عندي دهون كبد، الدكتور يقول لك ولا حاجه، اقول له لا متاسف انا سمعت انها بتعمل تليف. فلازم طبعا دهون الكبد علاجها اهم حاجه فيه نظام الغذاء، مش الادويه، نظام الغذاء لازم يبقى متكافئ مع وظائف الكبد. نيجي بقى للجهاز الهضمي، في جمله كده سخيفه بس هقولها، عندك مانع؟ لا بالعكس. يقول لك مريض السكر لا يمكن يبقى عنده طبيعته سليمه، يا امساك يا اسهال يا انتفاخ. يقول لك a patient diabetic patient never have a normal bowel habit، لا يمكن يكون عنده الطبيعه كويسه. فطبعا دي كلمه تشاؤميه جدا بس خفيفه. ليه؟ هيبقى عنده يا امساك يا اسهال. ليه بقى؟ لان الاعصاب اللي بتغذي الامعاء نوعين، نوع يزود الحركه ونوع يقلل الحركه. وسبحانك الله، سبحان الله، احنا عايشين بالتوازن بين الاثنين، حركه واحد بيزودها والتاني بيقللها، يبقى متوسطه. طب لو واحد اتاكل منهم، لو اللي بيقلل الحركه اتاكل، يبقى اللي هيشتغل براحته اللي بيزود الحركه يحصل اسهال. طب العكس، لو اللي بيزود الحركه اللي بتاكل يحصل امساك. عشان كده دايما عنده واحد من النوعين من الاعصاب متاكل دايما، يا ده يا ده. فلما يتاكل ده هيحصل اسهال، لما يتاكل ده يحصل امساك. فدايما عندهم طبيعه مش مظبوطه. لكن الاسهال مش الامساك في مريض السكر مهم جدا جدا. ليه؟ قد يكون ميكروب في الامعاء، قد يكون ميكروب. قصد حضرتك انه خطر، يعني حاجه لازم ينتبه لها مريض السكر. يهتم ينتبه لها. مريض السكر، مريض السكر اللي عنده اسهال يستشير طبيب. تمام. قد يكون ميكروب في الامعاء. وتقول لي طب ما انا الميكروب يجي لاي حد، لا ده الوسط يساعد الميكروب انه يطلع، وهو السكر. يعني في سكر ياكله الميكروب فيعيش وينتشر. نمره اتنين، قد يكون عصب متاكل زي ما اتفقنا، فالعصب اللي بيحرك زياده، قد يكون اوعيه دمويه، يعني الوعاء الدموي زي ما اتكلمنا عن ضيق الشريان التاجي، ضيق شرايين الامعاء، ده يخليها ما تشتغلش فيحصل اسهال. فيبقى عندنا ثلاث انواع من الاسهال في مريض السكر، اما ميكروبي واما عصبي واما اوعيه دمويه.
ده مهم جدا جدا جدا. الكلى طبعا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج في السكر والكلى من أبشع المضاعفات الفشل الكلوي في مريض السكر. عشان كده قياس وظائف الكلى بانتظام كل 3 شهور كل 4 شهور مهم في مريض السكر عشان ألقط العيان بسرعة جدا. عندنا عدد لا بأس به، لا بأس به من اللي بيغسله سكر، يعني عدد كبير. صحيح مش صحيح صغير. انا اعرف مرضى كتير بالسكر وبعدين انتهى الى غسيل ومشاكل. فده الكلى طبعا حدث ولا حرج. التهاب الاطراف الاعصاب سخيفه بس مش خطر، سخيفه للعيان بس انا يعني ما تخوفنيش قوي. رجلين منمله، الشبشب بيتقلع منه وهو ماشي. في بقى مشكله نخلي بالنا يا مرضى السكر منها جدا، انك وانت بتقص ضوافرك انت مش هتحس لو قصيت اللحم، لان عندك التهاب في اطراف الاعصاب انت ما بتحسش، انت ما بتحسش. لازم تنتبه قوي، تنتبه جدا في قص الضوافر، لان ممكن اجور شويه كده اخد معايا حته لحمه مع الضفر وهو مش حاسس. فدي مهمه جدا انه يعني، لان التئام الجرح بيبقى صعب مع السكر. ده هي بدايه القدم السكري، بداية القدم السكري. عندنا كذا نوع من القدم السكري، قدم سكري نتيجة عصب وقدم سكري نتيجة أوعية دموية. بص حضرتك كل المضاعفات بتقع على 2، يا الوعاء الدموي يا الأعصاب. فالوعاء الدموي لما يقفل بيعمل غرغرينة، بس مش بالصورة اللي بقولها دي، يعني تبتدي رجله تتلج يلحق والدكاترة هيتصرفوا، أو إنه مش حاسس برجله. يعني تلاقي مثلا لابس جزمه ضيقه ويحصل قرحه في رجله، قرحه وهو مش داري، لان هو مش حاسس، هو مش حاسس بالقرحه، بينما القرحه بتاعه الوعاء الدموي مؤلمه جدا. يبقى عندي قرحتين في الرجل، يعني قدم سكري تعرفها في الطب قرحه على رجل مريض سكر، قرحه على نوعين، اما من وعاء دموي بتبقى مؤلمه جدا، واما من عصب متاكل تبقى ملهاش اي قيمة، ملهاش الم خالص. طبعا الاثنين لهم قيمة قد تصل الى مشكلة كبيرة يعني. طيب اسمح لي يا دكتور، في عندي سؤال اهو من السكر بالمناسبة، يعني في اسئلة كتير قوي عن السكر فحضرتك اجبت على جزء كبير جدا منها، بس عندي حاجة اسمها النورس الابيض، هي مريضة ضغط وسكر من نوع تاني. لو سمحت يا دكتور حسام، هي بتقول لحضرتك يعني انا بتعرق بصورة غير طبيعية وعندها هبوط دايما. أي بص حضرتك، العرق في السكر ظاهرة هامة جدا جدا جدا. ليه؟ قد يكون من السكر وقد يكون لا علاقة له بالسكر. مثال، واحد عنده سكر وعنده نشاط في الغدة الدرقية، بنشوفهم كتير جدا، سكر مع نشاط غدة درقية بيعرق جدا جدا، سكر مع أزمة قلبية بيعرق جدا جدا. إنما لو كان العرق من السكر يبقى انخفاض سكر وليس ارتفاعه. انخفاض السكر يخليك تعرق قوي وقلبك يدق قوي وتبقى عايز تاخد حاجة حلوة. وأحسن واحد، خلي بالك من الكلمة، أحسن واحد يشخص انخفاض السكر المريض، مش الدكتور، المريض نفسه هو اللي بيحس ان يقول لك السكر وطي شوية فلحقت نفسي بحاجة حلوة. فدي طبعا بتبقى هي المريض السكر لما سكره يوطى، وده يروح للدكتور لان قد تكون الجرعه مش مظبوطه. طبعا يعني طبعا طبعا، لان وطوء السكر ده ممكن الواحد يحصل له ازمه كبيره. طبعا جرعه الانسولين بياخدها مش مظبوطه، الاقراص اللي بياخدها مش مظبوطه، فده مهم قوي. وما يعالجش نفسه يعني، لو سمح مش كل ما عرق ونزل السكر ياخد حاجه حلوه. دي نقطه مهمه يا دكتور، يعني بيجي لك هبوط خد حاجه حلوه وروح للدكتور، هو الدكتور هيبقى احلى من الحاجه الحلوه، مش كده برضه؟ يعني تروح للدكتور ما تعالجش نفسك. مش دايما يا استاذ محمود. لا لا، دكاترتنا كلهم يعني من كلهم تلامذتك. الله يحفظك. في بقى عندنا واحده سكرها بيعلى، بس اسمح لي ناخد سؤالها بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى مع دكتورنا العزيز الاستاذ دكتور حسام موافي. كنت بقول لحضرتك دكتور، كنا بنتكلم على مرض السكر، وفي مريض ده بيجي لها هبوط يعني سكرها قليل. معانا بقى امل خليل،
سكرها من 300 ل 400 وبتاخد ادويه معينه وعندها قصور في الشريان التاجي، وعلى طول هي بتقول على طول قلبي تقيل وكتفي الشمال كاني شايله شنطه حديد، اعمل ايه؟ الله يبارك لك. بص حضرتك، هو كتف الشمال طبعا مرعب عند العامه، مرعب طبعا طبعا عشان هو ده بتاع القلب، بس الالم المستمر في كتف الشمال ما يقلقش، ما يقلقش خالص. كتف الشمال يقلق لما يكون مع مجهود، يعني انا طالع سلم فحسيت حاجه على صدري وكتفي وجعني، انما لوحده كده. في عندنا حاجه اسمها الكتف المجمد، الفروزن شولدر. ده يعني ايه يا دكتور كتف المجمد؟ كتف المجمد ده الم مبرح، مش الم عادي، بيجي في الكتف اليمين او الشمال. بيقعد حوالي 3 4 5 6 اشهر بس الحمد لله انه بيخف لوحده. في بعض سببه يجي لوحده برضو كده، سببه زي الامراض الروماتيزميه يعني. تمام. في بعض الدكاتره بيدوا حقن جوه الكتف، في بعض الدكاتره بيعمل علاج طبيعي، انما انا بطمن اللي عنده الكتف المجمد ده ان هو بيخف لوحده لوحده، يعني هيلاقي نفسه المشكله. بس حضرتك بتصير نقطه مهمه، انه اي حد في اي سن يبذل مجهود معين، طالع سلم، جري فجاه، مشي فجاه بتاع، وجاله الم في صدره الشمال، ما يسكتش. ما يسكتش ده يروح للدكتور فورا، ويتوقف عن هذا الفعل. يعني يتوقف اذا كان بيطلع سلم، اذا كان بيمشي بيعمل، يتوقف يسلم نفسه للدكتور وهو هيعمل له رسم القلب وهيشوفه محتاج ايه عشان ما نسيبوش. ال 300 بقى اللي هي سكرها 300 400 دي، يا اما العلاج غلط يا اما مهمله، يا اما العلاج غلط يا اما هي مهمله. محرك احنا دايما نحمل العلاج كل حاجه. علاج السكر ثلاثه، تلت وتلت وتلت، التلت قد بعض، التلت قد بعض، التلت علاج والتلت غذاء والتلت رياضه. فاذا كانت خدت علاجه والاثنين التانيين سايباهم، يبقى بتتعالج بتلت، تلت قوه المرض العلاج، وده ما ينفعش. يعني انت دكتور ناس عايز كل مريض سكر مهما كان ظروفه لازم يمارس نوع من انواع الرياضه؟ الوحيد اللي بعفيه اللي ركبه بايظه او مشلول، ده اللي بعفيه. انما غير كده يمشي، وانا بقول له يروح بيسين في النادي كذا، ده يمشي، ينزل لو يتمشى، مشي كل يوم يتمشى، بس بشرط لما الدكتور يقول له عشان قلبه يمشي. 45 دقيقه الى 60 دقيقه، ايه المشكله في كده؟ يا استاذ محمود، الناس معتقده ان علاج السكر ادويه، وهذا خطا. وياكل اللي هو عايزه، بيفطر ويتغدى ويتعشى اللي هو عايزه، ويقول لك ما انا باخد الدواء. هو معتقد انه زي بقيه الامراض، خد الدواء المشكله انتهت اطلاقا اطلاقا. مشكله انما هنقول يا دكتور مثلا هو بينزل يركب الاتوبيس وبيروح شغله وبيمشي مشاويره في شغله، بيتحرك طول الوقت وكده، الا يكفي هذا؟ ده سكند كلاس، ده نمره 2. هو في ما بيعملش كده كمان. هو لو مشي من غير شغل، لا انا بتكلم على حد بيعمل مجهود في شغله، يعني بيتحرك، بيعمل شغله ستريس، ده ضغط نفسي. يعني حضرتك تقول لي انا بقوم اشوف العيان وارجع على المكتب واقوم اشوف، ده رياضه؟ لا، رياضه اشم هواء نظيف وامشي اروق نفوخي، امشي ساعه لوحدي. طب الست في بيتها بتنظف البيت وبتطبخ وواقفه في المطبخ وبتنظف، كتر خيرها، بس تنزل تمشي بالليل شويه بين يعني المغرب. ده ما انا بس بقول لحضرتك عشان ده ممكن الستات مثلا اللي قاعدين، ستات البيوت وليهم كل المحبه والتقدير، يعني بيبذلوا مجهود طول النهار، غسيل ونشر غسيل وطبيخ وترتيب بيت ومسح وكنس وكده، فتقول لك انا طول النهار مهدوده بتحرك كتير قوي، ده ما يغنيش. هقول لك كلمه بس هيزعلوا، ده مش محسوب، ده مش محسوب. انا عايز مشي عسكريه لمده ساعه تنظم لي الكوليسترول، تطلع اندورفين اللي هو بيخلي المزاج حلو، تحرق شويه سعرات حراريه مش بطاله، تزود معدل الاحتراق، بتعمل الرياضه، بتعمل حاجات كتير جدا. هتروح بيتها، طيب اللي قاعده بقى تخدم في عيالها وتشطب في المطبخ وتمسح الارض وتغسل الكلام ده، لو جوزها كلمها كلمه واحده بالليل هتضربه، انما اللي هتمشي هترجع مزاجها كويس، مختلفه تماما.
الشغل في البيت يا استاذ محمود ده ستريس، ده ستريس، ده ضغط نفسي غير عادي. انا طيب عايز ده كلام مهم حمد. جدا ان هو تسمعه سيداتنا يعني، عشان اللي تقدر منهم تعمل كده يكون مفيد للبيت كله مش بس لصحابك. كلهم يقدروا يا استاذ محمود، كلهم يقدروا، بس هي الكسل وحش جدا، والاوفر ويت الوزن العالي بيمنع الست انها تمشي. فلازم لازم كلنا يا اخوانا نتحرك، يا ريت يا ريت كلنا نتحرك. طيب في عندنا سيده لطيفه اسمها زينب مصطفى، بتبعت لنا السلام وكل الاحترام لشخصكم الكريم. هي عندها سكر ومضاعفاته، وهي مش فاهمه يعني ايه سكر، مع انه عندها من 20 سنه وبتاخد انسولين مرتين وعندها امساك، يعني السكر جايب لها امساك. فحاجه لطيفه انه ممكن ناس كتير يبقوا زي اختنا زينب كده عندهم السكر مش فاهمين يعني ايه سكر، يعني ايه سي حكايه بديهيه، لكن برضو في ناس ممكن تكون معلوماتها مش موجوده، مشغولين او اي حاجه. يا زينب القانون ما فيهوش زينب اول ما تفهم فؤاد مهندس الله يرحم الجميع الله يرحم. يا زينب احمدي ربنا انك ما تعرفش يعني ايه سكر. يا حبذا تتعالجي من غير ما تخشي في التفاصيل، التفاصيل بايخه ومش لطيفه وسطحيه. عشان اعرف تفاصيل السكر اخش كليه الطب، فالسطحيه بتتعب اكتر. ولكن انا هفهمهولك بصوره بسيطه جدا جدا. في حاجه اسمها السكريات وحاجه اسمها الدهون، في حاجه اسمها التمثيل الغذائي. يعني ايه تمثيل غذائي؟ يعني لما اخد سكر اكله هيخش في دمي سكر؟ لا، هيخش في دمي ماده اسمها جلوكوز استخدمها. المريض السكر مش عارف يستخدم هذا لان عنده الانسولين فيه مشكله، فمش عارف يستخدم الجلوكوز ده ببساطه جدا جدا. وعنده شويه مشاكل في الدهون، تمثيل الغذائي للدهون، وقد البروتينات تتاثر برضه. فانت بلاش تفاصيل، لكن لو سمحت يا زينب اسمعي كلام الدكتور، بس اسمعي كلامه. بتاخدي انسولين خليك عليه طبعا طبعا، ما تغيريش حاجه. وبعدين التفاصيل مش حلو. انا كان عندي عيان جميل جدا استاذ محمود، عشان اقول لك النشره بتعمل ايه اللي في الدواء بتعمل ايه. بيقول لي انا قريت في النشره لقيت مكتوب الدواء ده من اعراضه الجانبيه ان يجيب غمامان نفس وقيء واسهال. لا جالي غمامان نفس ولا قيء ولا اسهال، يبقى الدواء مغشوش والله العظيم. طبعا لازم يجي له اي عرض جانبي. لازم اي حاجه. فالنشره دي حاجه مش حلوه خالص خالص، وانا ضدها تماما. هتقولي بتنبه العيان، لا ده بتقلقه، ده بتقلقه جدا، ده بيقعد على اساس ان انت بتفضل ان الدكتور يقول للمريض ويدي له الدواء. لو انت لو عندك امراض كذا ما تاخدش الدواء ده. امريكا، لان هي دي خطوره المساله، ان ممكن واحد الدواء يكون متعارض مع ادويه تانية بياخدها. في امريكا سبقانا في الطب بمراحل بمراحل، ما فيهاش غير برطمان لونه برتقاني في الاقراص بس، خد ده 3 مرات في اليوم. لا في نشره ولا الدكتور يقول للعيان خلي بالك انت بتاخد ادويه ايه كذا كذا، يبقى ده ممنوع. مش هكتبه ده من نفسه. لا ده امريكا بيكتبوا الروشتة يا دكتور. يعني مثلا الدكتور كاتب 3 ايام 6 حبات، يدوا لك 6 حبات مش 7 بالظبط، بس بيديها لك من غير اوروبا وكده، من غير ورقه. الفوضى اللي عندنا دي مفيش الكلام ده خالص. يا استاذ طيب. محمود انا كنت بحج السنه اللي قبل اللي فاتت في السعوديه طبعا. مش معقول احج في حته ولا هتحج في العراق يعني. واحتجت اجيب دواء، الصيدلي اولا وانا داخل عرفني، دكتور حسام انا مش عارف ايه انا متابعك، بقيت سعيد جدا. بقول له عايز كده، قال لي معاك روشتة؟ قلت له لا. قال لي مش هديه لك، السعوديه اقسم بالله العظيم. قال لي لا اسف انا اصرف دواء بروشتة، لو وصلنا لكده هنبقى بلد تانية، هنتنقل نقلة تانية خالص في الصحة، نتنقل نقلة تانية خالص. الدواء انا مش عارف هقول يعني مش قادر اتخيل مع حضرتك ما هي صعوبة يعني هذا الاجراء، يعني مش عارف ايه الصعوبة. هي صعوبته طبعا يعني حضرتك عارف طبعا الصيدليات ممكن عايز يريح العيان، هو ده مش بيريح.
هقول لحضرتك رقم. لا يعني لو في قرار بالزام الصيدلي بكده وفي صيدلي عمل العكس كده وقفلنا الاجزخانه دي ودي ودي الدنيا تتغير. يعني الحكايات دي كلها يعني والله يعني قوانين على فكره موجوده. يا ريت يعني وزيره الصحه تبقى سمعانه دلوقتي. القوانين موجوده بس عايز تتفعل بس دي كل الحكايه. عايز تتفعل. هقول لحضرتك حاجه ما حدش هيصدق. والله ما حد هيصدق. 50% يعني كل 100 عيان بيغسلوا كلى 50 منهم بسبب الادويه. صحيح 50 صحيح. والله العظيم صحيح 50% صحيح. تصور بقى لو حضرتك منعت الادويه انها تطلع من غير روشته وفرت 50% من الغسيل في مصر. ادويه الروماتيزم ركبي جلدي مش كل ده بياخدوا ادويه بدون روشته وهذا لا يجوز اطلاقا. صحيح إطلاق. يعني نتمنى يكون في نظره لهذا الامر يعني. تعال ناخد بقى محمد هشام اخر سؤال يا دكتور. ده اول راجل يظهر اول راجل يظهر في الاسئله. لا في قبل كده لا في قبل كده. عنده انخفاض في السكر ما هو منتظم في الادويه وفي منتظم في الاكل ولكن ما يقدرش يعمل رياضه عشان عنده قلب وصدر والسكر دايما فوق 250 وفاطر فوق 350 وهذا مع الانتظام في العلاج والاكل وده ما يقدرش يلعب رياضه يعني ممنوع من الرياضه. صح صح خلاص. اللي عنده مشكله في عضله القلب او شريان تاجي والدكتور قال له ما تعملش مجهود ده مقدس تمام يجب السكر العالي يعني ده يجب ده ولكن عندي نظام الغذاء نظام الغذاء اقلل السعرات الحراريه بقدر يعني الممكن. يعني هناك خطا ده ما ينفعش يبقى موجود يعني في خطا ما حاصل كده. عند محمد في خطا ما يعني انا يا اما انواع الاكل مش مظبوطه يا اما الدواء اللي بياخده مش دقيق بالنسبه له. بالظبط. انا مش هجريك ولا اعمل لك رياضه لكن هنظم لك اكلك هنخلي السعرات الحراريه قليله جدا جدا تتناسب مع رقم السكر اللي في الدم. دكتور حسام انا بشكرك الف شكر لحضرتك نيابه عن الساده المشاهدين. نعم الدعاء للاستاذ دكتور شريف مختار اتمنى له أن يعود إلينا سالما ويغادر المستشفى قريبا ويعني نتمنى له كل الصحة والعافية لأنه رجل قدم لمرضى مصر والوطن العربي الحقيقة خدمات جليلة دون أن يطلب شيء أو يريد شيء وعمل كله كان يعني بعيدا عن كل الأضواء. دكتور حسام أنا بشكرك ألف شكر. شريف مختار لا يقارن بأي حد يا أستاذ محمود يعني بعيد عن المقارنة بعيد عن المقارنة يعني شريف مختار وإحنا نقارن بقى نفسنا ببعض بقى إنما هو لوحده خالص يعني اللي عمله. أحييك وأشكرك على هذه المشاعر الطيبة دكتور حسام وده يعني مش بعيد عليك. ألف شكر لحضرتك وتمنياتنا الطيبة للدكتور شريف مختار. يعني أنا شرفت بأن أنا عرفت هذا الرجل قد إيه هو مخلص لما يفعل. هو ده باختصار شريف مختار رجل مخلص لما يفعله يعني أمضى عمره كله كده وربنا يديله الصحة ويخلي لنا وتصبحوا على خير.